من جانبه قال وزير الخارجية والتجارة المدني بيتر سيارتو أن مصر بذلت جهودا كبيرة لمنع الهجرة غير الشرعية من إفريقيا باتجاه القارة الأوروبية، مشيرا إلى أن مصر كانت دائما شريكا يمكن الاعتماد عليه والوثوق به في معالجة هذه الأزمة. Viszont mindig is megbízható biztonsági partner volt, amely stabilizálta a helyzetet ebben a térségben. ومصر كانت دائما شريك يمكن الاعتماد عليه وموثوق به في معالجة هذه الأزمة. Egyiptom 6 évvel ezelőtt lezárta a tengeri határát, így megakadályozta az illegális migrációs hullámok Európába jutását. قبل 6 سنوات قامت مصر بإغلاق حدودها البحرية وبهذا منعت الهجرة غير الشرعية من أفريقيا باتجاه القارة الأوروبية. Mi nagyra becsüljük ezt, és köszönjük is Egyiptomnak. نحن نثمن هذا كثيرا ونشكر مصر على ذلك.